الله تعالى وبركاته، تحية لجميع الأخوة جميع المشاهدين، حياكم الله جميعا. اليوم عملنا جولة نظافة وراح يتحموا بعد ما خلصنا تنظيف مشان الغبار اللي متواجد على رئيس الطيور. حطينا لهم ملح، هاي اللي شوفتكم إياها ملح تبع السباحة. بس تحط الفنجر أنا هون، هلا بنحطكم شايفين هذا الملح. هلا نخليهم يستحموا ونتفرج عليهم بعدين ينشفوا ونبدا نصور فيديو. نصور فيديو ونحطهم مع بعض. كل الأصدقاء الشباب اللي عم يتابعونا حياكم الله جميعا، أهلا ومرحبا، تحياتي للجميع وأشكر جميع الشباب اللي عم بدعموا القناة واللي عم بيشجعونا لحتى ننشر، تحياتي لكم جميعا، أهلا ومرحبا. شايفين هاي المي كيف؟ Thank you.